السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي دفعة 37. اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. بعد ما حلينا اسئلة الشورت شابترز، هنحل دلوقتي اسئلة ام سي كيو السنة بتاعة 35. فيلا بينا نصلي على اشرف الخلق اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول بيقول لك في ميل عندها 3 سنتي بريست ماس نو بالبابول ليمف نود اكزيلري. بس السؤال برضو بيختبرك على التي ان ام ستيجنج اللي احنا قلنا لازم نحفظه، الصم بتاع البريست. هنا الماس حجمها 3 سم، خلي بالك في الامتحان بتاع 36 كانت 7 سم. تمام، نو بالبابول ليمف نود اكزيلري يعني لو ليمف نود، ونو ميتس يعني ان 0 وام 0. واتفقنا ان ال 3 سم دي 2 عشان هي اكبر من 2 سم. خلاص يبقى الاجابه الصحيحه تي 2 ان 0 ام 0. حلو. السؤال اللي بعد كده بيقول لك عيانة عندها لمب في البريست، وقال لك ان اللمب دي كانت هارد وكانت نوت موبايل. ايه هو التريبل اسسمنت؟ التريبل اسسمنت عبارة عن كلينيكال اكزامينيشن وماموجرام وفاين نيدل اسبيريشن. الاجابة الصحيحة هي دي، لكن طبعا ما ينفعش تبقى لوكال اكزامينيشن وهيستوري تيكينج وماموجرام. اين الفاين نيدل اسبيريشن؟ ها طيب، هل ينفع تبقى ماموجرام وفاين نيدل اسبيريشن وبريست الترا ساوند؟ كلا وفي كلا وكله كلا على كلا. اين الكلينيكال اكزامينيشن؟ تمام، يعني بص هتبص على كله في الاخر هتلاقي ان هو ده التريبل اسسمنت الصحيح اللي هو رقم دي. ماشي، الاجابه الصحيحه هنا دي. نخش على خلافات الاسئله دي مش بالترتيب. ماشي، 65 يير اولد وومن كان عندها عملت فيمورال امبوليكتومي وليج فاشيكتومي. تمام، قال لك انها لاحظت انها عندها اوليجوريا واليونين بتاعها ريد، تتوقع ايه هو البروبابل دايجنوزز بتاعها؟ اكيد مايوجلوبينوريا. تمام، طب ليه برضه؟ علشان انا بعمل فاشيكتومي دي عشان انا خايف من حاجه اسمها كومبارتمنتال سندروم. كومبارتمنتال سندروم دي هناخد ان من الاعراض الجانبيه بتاعتها انها بتعمل لك حاجه اسمها مايوجلوبينوريا. ماشي، نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك الكيز الطويله العريضه اللي العيانه هتعمل براكل امبريكتومي، في الاخر بيسالك على الميكانيزم اوف اكشن اوف هيبارين اللي هو بيزود الاكتيفيشن اوف الانتي ثرومبين. بعد كده يا شباب بيقول لك عيانه عندها 19 سنه عندها تنس سيستك سويلنج موجود في الدورسم اوف الريست بتاعها، والديوريشن بتاعته كان من 3 سم. ماشي، في الدورسم اوف الريست ده اول علامه. تاني علامه اللي هو بيزيدك من الشعر بيت ان في جيلي لايك ماتيريال، يبقى الاجابه هي السيمبل جانجليون سويلنج على الدورسم اوف الريست زائد جيلي لايك ماتيريال، ده السيمبل جانجليون. ماشي، السؤال اللي بعده بيقول لك عيانه 33 يير اولد جايه تشتكي من ثيرويد نديول، وبالالترا ساوند لقينا تي اللي هو ال 3 اف الليجن ده، ده على طول الليجن بتاع الفوليكولار ليجن. ماشي، الاجابه حتى السؤال مش موجود بالترتيب، معلش انا ما لحقتش ارتب للاسف الفايل عشان الوقت. فوليكولار ليجن هيقابلنا دلوقتي الاختيارات بتاعته وهرجع له تاني. ماشي، ده كان السؤال التالت بقى في الامتحان، الجرينش نيبل ديسشارج على طول من النيبل، ده بتاع الماماري داكتاكتيزيا رقم ايه. ماشي، طبعا بيقول لك العيانه اللي عندها سويلنج في الميد لاين، والسويلنج ده بيتحرك مع الدوليتيشن وفي نفس الوقت مع البروتروجن في الترنج، ده ستايلو جلوستر سيست اللي بتتعالج بالسيست ترانك اوبريشن رقم بي. ماشي، نيجي للسؤال رقم 5. السؤال رقم 5 بيقول لك عيانة عندها 45 سنة with deep venous thrombosis which is the following اللي أنا بعمل بيه مونيتورنج للوارفارين الجلوثرومبنتاين. ماشي، شفت الأسئلة بتتكرر إزاي؟ أعتقد ما قابلناش ولا سؤال جديد. ماشي، العيان اللي عنده اتريال فايبريليشن وبعدين حصل له أكيوت لمب سكيميا. إيه أكيوت لمب سكيميا؟ ساينوتيك لمب والكولد رايت لور اكستريميتيز، ده على طول العيان بتاع الاكيوت لمب سكيميا اللي بيتعالج بيه الامبليكتومي. معلش هو الامتحان مش مترتب، انا هرجع للسؤال 15 ده فكرني ان انا هرجع ليه. ماشي، بس انا يعني من الاختيارات انا فاكر السؤال بيقول لك ايه هي الحاجات اللي مش محتاجه A B O قبل ما تتعمل. الاجابه البليتلت. ليه؟ انا هبعت لك ريكورد للدكتور المطري وهو قايلها. ماشي، طيب السؤال رقم 16 بيقول لك 45 يير اولد فيميل عايزه تعمل ثايرويدكتومي، وبنشوف التيومر ماركر لل ايه بالظبط؟ للمدرري ثيرويد كارسينوما. يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى الكاليسيتونين. الثيروجلوبلين ده بشوف في البابيلاري والفوليكولو. ماشي، السؤال التالي بيقول لك عيانه
راح للجنرال براكتيشنال عندها بالبيتيشن وابدومينال بين وسويتنج وبانيك اتاك. السؤال ده موجود بالظبط في فايل التوصيل، ويقول لك ان البلاد بريشر بتاعها فلكت من 140 ل 180، الاجابه بتاعتك اللي فيه كروموسيتوما. السؤال اللي بعد كده يا شباب بيقول لك عيانه عايزه تعمل الترا ساوند على النك علشان ثايرويد نديول، تمام. بيقول لك ايه هو الفولوينج ليست كونسيرن، يعني اقل حاجه انا هديها اهتمام في الالترا ساوند ريبورت. طبعا السؤال ده دكتور محمد صبري بيكرره في البلوكات، والاجابه بتاعته هي الهايبر ايكوستي، تمام. يعني اقل حاجه هديها اهتمام هي انها تبقى هايبر زياده عكس اللي انت متوقعه. المفروض اقول لك هايبو عشان هي اقل، يعني لا هي الاجابه هتبقى هايبر ايكوستي. ماشي، نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك عيان عايز يعمل يونيلاترال ثايرويدكتومي عشان ماس الثايرويد جلاند. بيقول لك الاستروجيكال ريبورت بتاعه وراه ان هو عنده ثايرويد تيشو ويز هيرشل سيل. هيرشل سيل دي موجوده في الفوليكولار كارسينوما. السؤال اللي بعد كده يا شباب، اللي عندها بريست لامب والالترا ساوند جايدنس اتعمل ولقينا ان عندها انفيزيف دكت كارسينوما نديول، ايه هو الانيشيال كومن سايت للديستنت ميتس في عيان البريست كانسر؟ البول. ماشي، حلو. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك عيان عنده بريست لام، خلي بالك ميل، ماشي. بيقول لك بقى ايه هو الدرج من القوائم الاتيه اللي هو بياخدها دي هو الليست ان هو يعمل له السيمتومز دي. بص، هو الروزبيرول لاكتون مستبعد، ماشي، والادويه التانيه دي كلها برضو مستبعده. الوحيد اللي سالنا دكتور محمد وقال انه يمشي هو الكاربيمازول، ماشي، ملوش علاقه خالص انه يعمل جاينيكوماستيا في الميل. السؤال اللي بعد كده اللي هو الكومنست كوز للبلادي ديستشارج في النبل هو الانترادكت باب اللومه رقم بي. ماشي، السؤال الثاني بيقول لك ديورنج الاندوتوريكال انتيوبيشن حصل يوني لاترال، خلي بالك ان لاترال بريزنج ساوند، ماشي، نو اير هيرد انتر للاستومك ولا الجاستريك، مش شايف الكلمه اللي بعدها ايه دي، بس المهم يعني ما فيش اير دخل في الجاستريك. ايه هو الفولومنج سجستيف للانتري للاندوتركال تيوب، يعني الاندوتركال تيوب دخلت فين فعملت لي هذه الاعراض؟ طبعا هو بما ان الكلام يوني لاترال فانا هختار مكان على احد الجانبين، واحنا عارفين ان الرايت برونكس اوسع فهو اللي الحاجه بتنزل فيه فهو الرايت من برونكس، هي دي الاجابه الصحيحه. سؤال يعني انستيزيا اكتر منه سؤال جراحه يعني. ماشي، عيان عنده اتش سي في بوزيتيف وجاي يشتري من رايت بروين بينفول سويلينج. العيان عنده لارج ابسس موجود في البروين، خلي بالك لارج ابسس ادجيسنج تو للبلسيتنج سويلينج، نو امبلس وسكف. Which of the following is the most likely diagnosis؟ خلي بالك الليجن بيقول لك ان هو موجود في الجروين، يعني جنب الصافينا فاريكس كده، وفي نفس الوقت كمان في ابسس، فغالبا الابسس ده هو اللي عامل هذا الفولس انيوريزم في الفيمورال ارتري، فالاجابه الصحيحه هي بي، فولس انيوريزم في الفيمورال ارتري، ابسس مع بينفول سويلنج مع بلسيتنج مع نو امبلس اوف قف. ماشي، السؤال الاخير، السؤال بتاع العيان اللي عندها ورم في الباروتيد وفي نفس الوقت كمان في مشكله عند الاكسترنال اوديتوري، في مشكله في الاكسترنال اوديتوري ميتس السولنج، عفوا قدام الاكسترنال اوديتوري ميتس، معلش يعني خلاص فصل. وعندنا برضو ان هذا التيومر عامل نيورو باسيك فيشيال بين، خلاص بقى روحي الفيشيال نيرف اللي هو الادينويد سيستيك كارسينوما، حتى لو ما كانش هو اشهر واحد هو ده اللي هنختاره. خلينا نكمل كده مع بعض نشوف في ال سي كيو ولا لا. ده اللي هو بتاع الفوليكولار ثايرويد اهو، اللي هو فوليكولار ليجن از بريزنت، اللي هي الاس 3. ماشي، طيب السؤال اللي بعده بيقول لك 33 يير اولد مال بريزنت بالامرجنسي افتر اكار اكسيدنت، ويتش اوف ذا فولوينج از نوت ا دايجنوستيك كرايتيريا من البرين ستيم ديس. طبعا انا اتكلمت معاك على البرين ستيم ديس وقلت لك ان في كفر نو كفر فليكس وابسنت للفيستيبولو كوكيولار ريفلكس، وفي نفس الوقت كمان نو قلت لك برضه نو كورنيال ريفلكس، وقلت لك نو ريسبونس للسوبرا اوربيتال بريشر، يبقى الاجابه الصحيحه تبقى نو ريسبونس تو الساوند، ليست يعني ما اقدرش يجي لي عيان مش بيستجيب للصوت اقدر اقول عليه ان ده برين ستيمدس، انما دولت حتما ولا بد وينبغي العيان عنده برين ستيمدس. ماشي، السؤال اللي بعد كده، عيان عنده ماس على النك،
لان الناس دي موجوده في اللاترال اسبكت بتاع الانتيريور تريانجل نير لو الانجل اوف الماندبل، تمام، وعندها فلويد في الالترا ساوند. ماشي، يبقى الاجابه بتاعتك ايه؟ الاجابه بتاعتك هتبقى البرانكيال سيست. تمام، سيست موجوده في اللاترال اسبكت بتاع الانتيريور تريانجل وليها انويك ابيرنس وفيها فلويد، دي الاجابه بتاعتي بتبقى البرانكيال سيست، تبقى موجوده عند الانجل اوف المانديبول، موجوده في الاربع ورقات اللي انا نزلتهم لك في النكست كولينج. السؤال 15 اللي انا بقول لك عليها اهو، اللي هي العيانه اللي مش بتحتاج اي بي او ماتش قبل الريسيبيانت، قلنا البليتلت، وهنزل لك ريكورد اثبات ليها لان كان في خلاف عليها وقت الامتحان، ونسال فيها برضه دكتور محمد صبري، لكن هي البليتلت يعني ان شاء الله. ده نظري، نظري ده ده اللي هو السؤال بتاع العيان اللي عنده اي اف وبعدين جاله اكيوت ليمب سكيميا، والاجابه بتاعتي امبليكتومي. معلش والله انا ما عرفتش ارتب الفايل علشان ننجز. ده عيان بقى اللي هو عمل كاسترايزيشن في الرايت سيمولر وبعدين لاحظ ان هو عنده سويلنج، هذا السويلنج دي مالتيبل فاريكوستي يعني مشكله في الارتري والفين، وسمعنا بالوي. انت مستني ايه تاني عشان تقول انها ارتيريو فينس فيستولا رقم سي؟ ميدل ايجد مان نون تو هاف بيبتيك ألسر ديزيز ودخل المستشفى وهو عنده بليدنج وعايزك تديه حاجه للديب فينس ثرومبوز اللي جات له، ما ينفعش اديله انتي كواجولانت ولا اعمل له ثرومبوكتومي. الحاجه الوحيده اللي اقدر اعملها له هي الانفيريور فينا كافا فلتر، مش عايز اسيح دم عليان هو اصلا جاي لي سايح في دمه، فالاجابه الصحيحه هي الانفيريور فينا كافا فلتر. السؤال يا شباب بتاع النيوبلازم بتاع السليفري جلاند، انا هتكلم على بيناين وماليجنانت. ماشي، سؤال عليه 5 درجات ما استهونش بيه، هتكلم على بيناين وماليجنانت، وبيناين هتكلم على البليومورفيك ادينوما والورسن تيومر. كل تيومر عايز اكلمه على السايت واكلمه على مايكرو وماكرو. ماشي، دي حاجات انت لازم تقولها. طيب البليومورفيك ادينوما يعني هو انا رافع لك فيديو ليه كنت انا عامله دفعه 39 اسمعه، والورسن تيومر كذلك. ماشي، طيب بالنسبه بقى للمونومورفيك ادينوما كنا بنقول عليه ان هو ضعيف في ضعيف. ماشي، اللي هو بيجي لانسان كبير في السن وفي نفس الوقت كمان بيبقى ضعيف، ان هو مش بيعرف يرفع اللي بيقوله في الايد، ولكن بيعبر عن نفسه لان هو بيبان بالانفستيجيشن انه هو تظبط بالتكنيشيم سكان. هتتكلم برضه على سايت ومايكرو وماكرو. تمام، ماشي، وبعد كده هتبدا تتكلم على الثلاث انواع بتوع المالجنسي اللي هم بتوع الميوكويد كارسينوما والادينويد سيستيك كارسينوما، وهتتكلم على الكارسينوما اكس بليمورف ادينوما. ماشي، ده السؤال بتاع السليفري جلاند نيوبلازم. الان اربل كلاسيفيكيشن هنقولها بالتفصيل في الفيديو بتاع الميتابوليك ريسبونس اوف تروما، مهم برضه الاكيوت ليمب اسكيميا، اورتيك انيوريزم كوميونيكيشن في غايه الاهميه، اللوكال فاكتور بتاع اهو الكوميونيكيشن بتاعت التوتال برينتر كوميونيكيشن، فاكر كنا قسمناها ازاي؟ نيوتريشنال كاسيتر وظاهره غريبه، والكاسيتر دي كانت ان انا اعور او مس ديسبليسمنت او الاير امبوليزم والسيبتك شوك اللي بتحصل بطريقتين مختلفتين اللي هي في الكاسيتر وفي الحاجه الاخيره اللي هي الظاهره بتاعه الترانسلوكيشن. تانج ألسر ما تقلقش هنقوله دلوقتي. بلد ترانسفيوجن مهم هيقرر جاي جاي. فيمورا تريانجل لا يخلو منها اي التحام متوقع وبشدة انها تجيلك. الجدول بتاع الهيموريج ده اوعدك لو انت قلبته هتتقلب انت في الامتحان. ماشي، ده يتحط الصم زي اسمك في الجدول بتاع الهيموريج. الريست فيم في النايت هنزل لك الاجابة بتاعته برضه. الاكيوت امبوليك والاكيوت ثرومبوتيك جدول مقارنة في اي بي. السؤال ده ايه مش شايفه؟ كومبليكيشن اوف جنرال انستيزيا ده برضه مهم اتكلمنا عليه. البوست اوبرتيف كومبليكيشن اهو، هتكتب بقى زي ما قلت لك جنرال، جدول بقى كده حلو كده، نقسمه الى جنرال ولوكال وابدومينال. يا سلام كده تاخد فول مارك كده حلوه كده على مستريح. تيومر ماركرز مهم برضه. سؤال التوصيل ده احنا حليناه، العيانه اللي هي عندها بينفول ريد سبوت بعد ما هي كانت بتعمل جاردنج، دي العينه بتاعت اللي هي الانفلكتيك شوك.
والعيان التاني اللي هو في كاتيجوري 3 قلت لك ده عيان الكارديوجينيك شوك، والعيان التالت اللي هو الاي اس 1 حاجه مايلد وفي نفس الوقت كمان الضغط بتاعه بدأ يقل، ده عيان الهايبو فوليميك شوك. ماشي، الكيس سيناريو دي اللي هو العيان اللي عنده اونست فيه رايت كاف بين، وفي الاخر وجدنا انها عندها اديما اسوشيتد وستندر قص، ده الكلاسيك بالظبط بتاع الدي بي تي. ماشي، الفرنشال دايجنوز بقى والانفستيجيشن سهله والبلان تريتمنت كذلك سهله. ده بقى سؤال التوصيل، ده عيان اللي هو عنده فلاسيد ليمبس، ده عيان النيوروجينيك شوك، والعيان اللي كان عنده شارك الترياد وقلب برينوم ديمنتات، ده عيان السيبتك شوك. سيت ام سي كيو حل لسه حلينه دلوقتي يا شباب، 3 سنتي نو بالبا والليمف نود ونو ميتس تي 2 ان 0 ان 0، اللي هو السؤال بتاع اللي هو التريبل اسسمنت كلينيكال اكزامينشن ماموجرام فاين نيدل اسبيريشن، السؤال بتاع الكالسيوم في غايه الاهميه. ماشي، انا مش عايز اقوله بس عشان الوقت، عيان عمل امبوليكتومي وليك فاشيكتومي، ده العيان اللي هو هيدخل في كومبارتمنتال سندروم وهيجي له مايوجلوبينوز. ماشي، السؤال اللي بعده الهيبارين اكتيفيشن للانتثرومبين، اعتبرها مراجعه على الاسئله بدل ما راجع تاني في اخر الفيديو. عيانه عندها سويلنج على الدورسم اوف الهاند وبيطلع جيلي لايك ماتيريال، ده عيان السيمبل جانجليون. حلو قوي، الجرينش ديسشارج الموست كومن كوز اوف ديسشارج الدكتاكتيزيا، سيست ترانك اوبريشن اللي انا بعالج بيها السويلنج اللي هو عمال يتحرك مع البلع والبروتروجن في الطنج لان ده سايرو بلوسال سيست، الورفارين بتابعه بيه البروسلوم بن تايم، عيان الاكيوت ليمب سكيميا اللي هعمل له امبليكتومي. ماشي، عيان عنده فاريكوزيتس ومشكله في الارتري وفي بيروي، خلاص مستني ايه تاني عشان نقول انها ارتريو في ناس فيستولا. العيان اللي جاي لك دمه سايح مش هسيح دمه عشان الديب فينس ثرومبوزز اللي عنده وهديله انفيريور فينا كافا فيلتر. متهيألي الأسئلة بتعيد نفسها بقى، أنا خلاص أنت مش شايف السؤال بس أنت متوقع إن ده اللي هو بتاع تي اتش واي 3 فوليكولار ريجن إز بريزنت. السؤال بتاع البرين ستيم ديس النو ريسبونس أوف ساوند ليست من الكرايتيريا بتاع البرين ستيم ديس. موجود على الانجل اوف مانديبول سويلنج على اللاترال اسبكت بتاع الانتيريور ترانجل وفي فلويد وانيوك ابيرنس، ده على طول البرانكيال سيست. ماشي، السؤال اللي بعده بيقول لك ايه النون اي بي او على طول بقى اللي هي البليتلت، ده السؤال حتى بتاع الرايت من برونكاس اهو اللي هو العيان اللي كان الانستيزيا بتاعته كان فيها مشكله وفي حاجه دخلت في الرايت من برونكاس ومفيش هواء داخل المعده، عيان عنده ابسس عند الجروين ونوم بلس اوف كف والهاد الابسس بلسيتنج وبينفل، يبقى على طول الاجابه بتاعتي فولس انيوريزم. العيان اللي عنده نيوروباسك فيشيال بين، ده العيان بتاع الادينويد سيستيك كارسينوما. مبروك خلصنا امتحانات 35، لا لسه فاضل اهو سؤال، الدواء اللي مش هيعمل لي بريست ليجن هو الكاربيمازول. ماشي، انترادكت بابلوما، سؤال الكاربيمازول ده استنى عليه احنا نتاكد منه، انترادكت بابلوما ده بتاع الرايت مين برونكاس اهو اللي هو العيان اللي مفيش له جاستريك ديستنشن ولا مفيش هواء دخل في الاستومك. مبروك الشباب حلينا امتحان 35، تفتكر في حاجه هتقابلك مش هتعرف تحلها؟ يعني عيب بقى، يعني بعد المراجعه اللي احنا راجعناها دي وبعد الحل اللي احنا حليناه دي اتوقع ان شاء الله ان هلاقي تنانين مغنحه ان شاء الله في الامتحان وتطلعوا جميعا مبسوطين يا رب ان شاء الله. مفيش حاجة بجد بتخوفك، انت حليت 90% من الامتحان قبل الامتحان. يا رب يا شباب ربنا يكرمكم يا رب، وهانت اخر يوم قبل الامتحان وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.